بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مصداقا لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ومخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى له مثله في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبصفتي رئيسا لجمعيه البركه لهدم وبناء وبناء المسجد في دوار ولاد المحدو الكائل في دوار المحدو جماعه عنزوره اقليم دريوش نناشد اهل الخير والاحسان بان يجودوا علينا بما اتاهم الله من فضله لغرس الطيب معنا من خلال بناء بناء المسجد الذي يكون في دوار ولاد المحدو جماعه عنزوره وندعوكم لغرس الطيب معنا من خلال الانفاق ما تجود به ايديكم السخيه من خلال المساهمه في بناء هذا المسجد، سواء كانت هذه المساهمات ماديه او مواد اساسيه للبناء. وقد وضعت الجمعيه من خلال اعضائها ارقام الهواتف وحسابها البنكي في رحنا اشاره المحسنين والمحسنات سواء داخل الوطن او خارجه للاستفسار عن اي عن استفسار عن هذا المشروع الذي وهو بناء بناء مسجد في في دوار المحدو وننشد اهل الخير مره اخرى للمساهمه في بناء هذا المسجد بما تجده ايديهم السخيه بالانفاق على ما اتاهم الله من فضله والا يبخلوا علينا بما اتاهم الله من فضله من خلال المساهمه في بناء المسجد والله تعالى يقول والله تعالى يقول وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وفي الختام أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا إلى سبيل الرشاد وأن يجعل هذه الأعمال التي نقوم بها في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضاته وإخلاصا له وأن يستعملنا فيما يرضيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نرحب بالإخوان اليوم اليوم غادي نديروا حجر الأساس للمسجد هذا المسجد اللي عنده عمر طويل يقارب 120 سنه واول مسجد في هذا النواحي ديال الفطاطشه اللي, اللي كان كيزوروا كي الجامع و... ولله الحمد اليوم كتبنا باش غادي نديروا حجر الاساس وغادي نديروا هنا واحد المعلمه اللي غادي تشرف الاقليم كامل ان شاء الله ومسجد جاء ل... 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 في واحد الموقع استراتيجي بالنسبه بالنسبه للطرق اللي كيتلاقاو فيها اكثر من سبع طرق اللي كيتلاقاو في هذا في هذا المسجد هذا و وحنا راه بدينا آ... متكلين على الله وكنطلبوا من الاخوان ومن المساهمين يساعدونا ويديروا حتى هما حجر الاساس ويديروا واحد اللبنه حتى هما في هذا المسجد وبارك الله في الجميع و... وكنرحبوا اليوم بالاخوان اللي حضروا معنا في هذا التاسيس ديال هذا المسجد بارك الله في الجميع و... والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته آ... الاخ ميمون البعزاتي. كنشكروك جزيل الشكر جيت عندنا مدري الدري وش حتى لهنا باش تجي عندنا هنايا باش غادي تواكب معنا هذا الانطلاقه ديال الاشغال اللي غادي تكون هذا النهار هنايا في دوار ولاد علي بن حدو من اجل بناء مسجد ولاد علي بن حدو والحمد لله بالمجهودات ديال الاخوان وديال الاخوان ديال الجمعيه والجاليه اللي كاينه في الخارج استطعنا باش نوصلوا للمراد ديالنا باش غادي نشيدوا واحد المعلامه اللي غادي تكون في قبيله تمطلص ان شاء الله واحد المسجد اللي كيتسع المساحه ديالو حوالي 625 متر اللي غادي تبنى عليه هذا هذا المسجد ان شاء الله هو واحد التصميم واحد التصميم ممتاز ان شاء الله وغادي يكونوا فيه جميع المرافق وقاعه الصلاه غادي تكون حوالي 500 متر فيها والحمد لله بفضل الجاليه ديالنا اللي داروا واحد المجهود كبير باش نوصلوا لهذه النتيجه وبالمجهود ديال الاخوان ديالنا الاخ علي غولا والاخ محمد الهنوف وما نستثنيو حتى شي واحد و الاخوان وبالمثابره ديالهم وصلنا لهذا اليوم ان شاء الله ومن سوى الاخ بغداد ولد خالي علي يايا اللي دارنا واحد الافتتاح هنايا هذا النهار ان شاء الله وتكرم على الاخوان هنايا بواحد العجل واحد الثور ذبحنا هنايا باش غادي غادي نديروا به هنايا واحد الصدقه هنايا وجمعنا الاخوان وجاو عنا الناس على برا والحمد لله وكنشكرو السيد عامل اقليم الدريوش اللي دار اللي اعطانا الترخيص باش في وقت وجيز وكنشكرو الاخوان ديال التعمير اللي داروا معنا واحد المجهود الحمد لله ولذا كنطلبوا من الاخوان جميع الاخوان اللي كانوا في اقليم دريوش خارج اقليم دريوش باش غادي يساهموا معنا من اجل بناء هذا المسجد ان شاء الله ونتمنى وما يبخلوش علينا نتمنى ويساعدونا راه هذه ماشي مسجد ديال ولاد علي بن حدو بل مسجد ديال المسلمين كاملين، والتكلفة ديال المسجد كتروح بين 300 و 350 مليون باش غادي تقام المسجد من من بدايته إلى نهايته. إذا مطالبين بالجالية والناس. كنطالبوا من الجالية من من دوار ولاد علي بن حدو، من خارج دوار ولاد علي بن حدو غادي يساهموا معنا، باش مسخهم الله بالقليل أو بالكثير باش غادي باش غادي نوصلوا للنتيجة ونوقفوا هذا المعلمة إن شاء الله.